بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق والمرسلين. دلوقتي أنت عامل مكانتين، مكنة سيرفر أساسية اسمها والدومين اسمه عبدالله دوت لوكال، والتانية لسه ما عملناش فيها حاجة، هنعملها تشايلد إن شاء الرحمن. وعندك عملت ماشين، عملت لها جويننج للدومين، صح كده يا معلم؟ قول له أوكي. ده كده احنا بنشتغل في الناحية بتاعت عبدالله. طلب منك ريستارت. طيب كده انت حاسس بمشكلة ولا حاجة؟ طب امال كده انت من غير دنج، هو اوريدي دخل يعني، هو اوريدي جميل. قول له ريستارت، انا خليه يعني ريستارت. جميل، دي كلاينت اوبريتنج سيستم. تعالى بقى في السيرفر الاساسي يا معلم، احنا مش محتاجين الكلاينت دلوقتي يعني، ممكن تخليه يعني تعمل له بوز مثلا او تقوم براحتها، مفيش مشكله. تعالى لي بقى على السيرفر الاساسي، سيرفر 1 دي الماكينه الاصليه اللي عليها الاكتيف دايركتوري بتاعنا، صح كده يا عمي؟ طيب انا بقى عايز اعمل تشايلد دومين. طب تشايلد دومين ده يعني ايه الفرق بينه وبين الاديشنال مثلا؟ حد يعرف؟ ها؟ أنا مش هشرح إلا لما الناس تحاول تجاوب. حد يعرف؟ ده الاديشنال. تعريف اللي أنت قلته ده؟ ثواني بس، واحدة واحدة عشان بس إيه ننهي الكلام. يعني اللي قاله أخونا عبد الله ابو بكر ان هو كانه باك اب منه، ده الاديشنال. ايمن كامل اللي انت بتقول ايه يا فندم؟ لو عندي كذا فرع وعندي اكتر من ايه؟ من سايت. هتعمل اديشنال ولا هتعمل تشايلد؟ هتعمل تشايلد. تمام، بس لما يبقى في مركز رئيسي، صح كده؟ جميل. اديشنال يد ولا تشايلد؟ يلا ما تركز، ما انت مره تقول لي تشايلد مره تقول لي اديشنال، انجز. انا عاوز ايه في ايه؟ قول على طول، خلص. بلا بلا بلا. ها؟ طيب اسلام ياسين، قول يا ابني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عود احمد، اتفضل يا فندم. ولا يهمك عم، زي السجاير المكتومة كده. انا بلاش السجاير، بس اقول لك السجارة دي مكتومة، ما اعرفش يعني ايه مكتومة، بس يعني. يلا طيب، ولا يهمك. تمام. بنفس الاسم. اسم المكنة مختلف ولكن هو عبد الله دوت لوكال. طيب التشايلد ولا الاديشنال دلوقتي هتتكلم عليه؟ يعني ايه هتقول؟ فلان ابن فلان. ماشي، يبقى حماده دوت عبد الله دوت لوكال. يبقى هنعمل دومين جديد. هنعمل دومين جديد ابن الدومين اللي موجود الاساسي، صح كده؟ زي مكتوب دوت ياه دوت كوم، صح كده؟ تمام، جميل. ده للتشايلد، حلو جدا. طيب الادمنستريتور بتاع التشايلد يقدر يعمل حاجه في المكن بتاع الاديشن بتاع المكن السيرفر الرئيسي ولا لا صلاحياته اقل؟ يعني لو دومين ادمنستريتور
هيبقى اقل، اقل في الصلاحيات. طب يوزر على على التشايلد ده هيبقى امكانياته في التشايلد ولا مالوش في في الكبير؟ ولا تيجي نشوف احسن، خلينا نشوف بالعمل احسن. يلا يلا يا باشا. دلوقتي انت ده سيرفر 1 يا معلم صح؟ سيرفر 2 بقى هنعمل تشايلد النهارده، وان شاء الله اذا كان في معانا وقت كمان نعمل ايه، ريد اونلي دومين كنترولر، ايه رأيك؟ يلا معلم، يلا حبيب قلبي. دي المكنة التانية صح؟ طيب هنحتاج بقى نعمل ايه بقى؟ يلا نظبط التوقيت، متظبط صح؟ هنظبط النيم، لو كان متظبط خلاص متظبط. سيرفر 2 الله ينور عليك. يبقى اهم خطوتين دول خلصانين. طيب اهم خطوة رقم 3 بقى الدي ان اس. منزل انت خدمة الدي ان اس؟ طيب الاي بيهات متظبطة؟ ماشي. وبعد كده حط نفسه تحتيه. طيب يلا يلا هنسطب خدمة الدي ان اس ونظبط حالنا. يلا بالراحة واحدة واحدة يعني، واتكلم وانت بتقول وانت بتعمل حاجة يعني، اشرح كده ووديها يعني. انت شغال على طول؟ اختار دي ان اس لو سمحت. اد فيتشرز. ايوه انت ما اخترتش دي ان اس يا برنس، علم عليها يلا في كانسل يا علم، علم على كلمة دي ان اس دي، خلي فيه علامة صح. ما عملتش انت علامة صح عليها. بس كده ايوه كده انت كده علمت عليها. قول له نيكست بقى. يلا نيكست، يلا نيكست. قول له ريستارت يا عم لو احتاجت، مش هيحتاج ريستارت ولا حاجه، بس ايه عايز تعمل ريستارت مش هتخوفنا يعني، اعمل ريستارت يا حبيبي. بعد ما يخلص الباشا هنفتح الدي ان اس في الاساسي، ونخليه يعمل سانكورنايز مع اخوه، ياخد منه ايه اللي هي الزون اللي موجوده، ياخد منها كوبي فله كده. طب هل الموضوع ممكن يتم بغير الطريقة دي؟ اي ممكن، بس احنا بنحب نشتغل على نظيف يعني. طيب كلوز يا استاذ، خلاص كلوز كل حاجة. روح للمكنة الأساسية بقى سيرفر 1. فك الدي ان اس انت صغير. روح بقى عبد الله دوت لوكال. يلا بقى شوف البروبرتيز بتاعتها وافتحها. كليك باليمين عليها ياض على عبد الله دوت لوكال ياض بروبرتيز زون ترانسفير الاول هنا. ماشي اللو ترانسفير. اها بس اوكي ده كان عامل لك سكيور، قول له نون سكيور دلوقتي، بعد كده برجع كل حاجه تاني كما كانت. تاني بروبرتيز خليها ايه، نون سكيور، نون سكيور مش نون. اوكي روح يا معلم بقى على التاني.
سيرفر 2 فورورد لوك اب زون افتحها وقول له بقى ايه هنا، ها سكندري زون. عبد الله دوت لوكال اكتب الاي بي بتاع السيرفر. سبعين بقى انتر يا حاج. هو السيرفر ما كانش شافه عشان تعمل له نكست. طيب رفرش عليه مفيش مشكلة. ترانسفير فروم ماستر. طيب تأكد لي بس ان الباشا دوت الفاير وول مقفولة فيه وبتبنج انت على التاني والدنيا ماشية معاك. شوف كده هتشوف اخوك التاني ولا لا. سي ام دي وبنج عليه. ممتاز ممتاز. لا 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 رفرش بس. التانية مقفولة برضو لسه ستيل. طب استأذنك اقفلها بس. ماشي اقفلها. فيها كل مشاكل منها اساسا وهي ملهاش اي لازمة اساسا. يلا اعمل ريفرش كده اشوف وتأكد ان كلمة عبد الله مكتوبة صح. طيب قول له ترانسفير فروم ماستر كده، كليك عليها باليمين وقول له ترانسفير فروم ماستر. طيب دلتها يا عمي واعملها تاني. الادمن هنا والادمن هنا نفس اليوزر نيم باسورد. طب السؤال التاني، هل انت واخد كوبي من الماشين دي ودي ولا كل واحدة عامل لها سيت اب مختلف؟ لا مش مشكلة نفس النسخة، بس هي ان هم يعني نسخة الويندوز انت مسطبها هي نفس النسخة مفيش مشكلة، لكن اهم حاجة ان ايه ان الاتنين تو ماشينز مختلفين يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. طب ليه الدلع ده؟ طب بنج على 71 اللي هو نفسك من واحد. اي طب بنكتب من واحد انا اسف. مظبوطة يا معلم مظبوطة. كمل كمل. لا كمل مفيش مشكلة كمل. تمام جو اهيد هيظبط دلوقتي. سيبه سيبه هيظبط هيظبط. طيب اقفله بقى خلاص هو هيسنكرونايز. سيبه. طيب يلا معلم في الدومين يلا. لا في المكنة اتنين. يلا كأنك هتسطب اكتف دايركتوري تاني يلا من الاول.
لا بالعكس. يلا اختار اكتب دايركتيف. اخترته. طيب يلا ممتاز جاهد ماشي بستارت. ماشي بيس. بروموت. طب هنقول ايه بقى هنا؟ ها هنختار اخر واحده. بيقول لك اد نيو فورست. هنعمل فورست جديده. طيب اول واحده بيقول لك اد ا دومين كنترولر تو ان اكزيستنج دومين. ما دي اخترناها امبارح في الاديشنال صح؟ طيب تاني اختيار اد ا نيو دومين to an existing forest صح كده؟ اه. فبيقول لك child. هو في child وحاجة تانية و tree و tree domain ده هيبقى stand alone. لا خلينا في child ده بس. ال parent domain مين بقى؟ اكتب له عبد الله دوت لوكر. قول له select. اكتب يوزر نيم وباسورد بتاع عبد الله دوت لوكر التاني. طيب قول له اوكي. كانسل. ما جاتش. اتاكد ان مكتوبه صح. بص الكريدنشالز تحت مكتوبة ازاي؟ فهمت؟ فأقول له تشينج. اختار تشينج واكتب ادمنستريتور ات عبد الله دوت لوكال. ات عبد الله دوت لوكال والباسورد تحت. اوكي اتغيرت تحت الكريدنشال قصاد تشينج ولا لا؟ مش محتاج. اختار سيلكت. اكتب بقى الدومين الجديد بتاعك هتسميه ايه؟ كوكو مثلا. لا لا كوكو بس. ها يلا. طب بيقول لك ايه هنا بقى؟ ها ما تدوس عليها. could not log on to the domain with the specified credentials supply a valid a credentials and try again. يعني اليوزر نيم باسورد انت استخدمتهم دول ما اشتغلوش عدل معايا. فقول له اوكي وقول له select. الراجل مش جايب حاجة خالص. فأقول له كانسل. طيب وعيد الموضوع من الأول. دوس على علامة التعجب دي. أيوه البيرنت دومين عبد الله دوت لوكر. خلاص سلكت. اكتب عبد الله بلاش دوت لوكل على على لا على سلاش يعني باك سلاش. اسف باك سلاش. لا الثاني باك سلاش. طيب اكتب بقى ادمنستريتور
وتحت اكتب الباسورد بتاعت الادمنستريتور بتاعت المكنه الثانيه بتاعت السيرفر الاصلي. بسم الله الرحمن الرحيم. البيبي اتدلع مش شايفه لحد دلوقتي. عبد الله نفس الكلمة backslash administrator الباسورد بتاعت ايه السيرفر اللي هو الاساسي. ولا انت بغير الادمنستريتور كمان؟ طيب جابه اهو. اوكي جميل. ادي له بقى النيم كوكو مثلا. نيكست. بيقول لك هنا بقى ايه هيبقى دومين نيم عليه دي ان اس ماشي او جلوبال كاتالوج برضو ماشي في نفس الديفولت فيرست نيم مش مشكله زي ما هي ماشي. هيبقى الدومين فانكشنال ليفل 2016 ماشي ما هو 2019 اساسا فزي الفل. طيب لو انا هنا اخترت ريد اونلي دومين كنترولر ده هيعمل ايه يا برنس؟ ها كانه هياخد كوبي بس مش هنعرف نعدل فيها. فاقول له طيب اعمل لي الباسورد بتاعته خليها نفس الباسورد بتاعت الادمنستريتور هي هيها. ونقول له نيكست. نيكست طبعا هو النت بايز نيم هو هيحطه. تعالش بقى اتحرك حاجة بقى خلينا نتفرج. هيبقى اسمه كوكو ماشي. يلا نيكست. نيكست. يس انستول. مش شلت الاكتف دايركتوري السيرفر مانجر عندك كان راح؟ ده كان ويندوز كام ده يا اخويا؟ طب استنى ما تقومهاش بس دلوقتي ما تقومهاش دلوقتي خلينا نخلص بس الماكينه دي عشان الدنيا ما تسحش مننا وتقف عشان احنا بنسجل كمان. محتاجة تعمل ريستارت.
session ended. Try again يا معلم. معايا يا عبد الله؟ عبد الله وقع مننا ولا احنا اللي وقعنا منه؟ عبد الله اللي وقع، اساس النت عنده وقع. نوقف التسجيل عشان ايه؟ نسجل على نظافة.